سبحانه وتعالى صاحب العزة من أبكاه؟ وهو يعلم الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي من أضحكه أدخلته الجنة. من أضحك أو أعاد الابتسامة لهذا اليتيم الذي بكى، الله سبحانه وتعالى يقسم بعزته وجلاله إلا أدخله الجنة. هذا المناسبة الأولى. المناسبة الأخرى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور يدخله العبد إلى قلب مسلم. والله هذا أنا سعدت بهذا العمل، الله يجزاكم خير، أجركم الله. أيضا المناسبة الأخرى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر كأجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. أيضا الله سبحانه وتعالى قال، صوت يا أخوان أعطونا هدوء شوي، هذا من أفضل الأحاديث القدسية، ويجب كل شخص أن يحفظ هذا الحديث ويعلمه لأهله لأولاده لجيرانه. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا أهل العلم: لماذا الله سبحانه وتعالى اختار الصوم عن سائر العبادات؟ لماذا لم يختار؟ قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصلاة فإنها لي، أو الحج أو الجهاد. لماذا الله سبحانه وتعالى اختار الصوم؟ لأن الصوم عبادة سرية لا يعمل مصداقيتها إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا، فإن الله سبحانه وتعالى يحذر يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله يوم القيامة راح تتعجبوا من جزاء الجنة. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الجنة، سماه باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. فإذا دخلوا به أوصد ولن يفتح أبدا يوم القيامة. إحنا كلنا أصحاب ذنوب، أصحاب خطايا، كل الناس يوم القيامة راح تيجي وتأخذ حقوقها منا. من طبعا يوم القيامة الحسنات تبعاتنا نشوف خربطات مع بعض، حسنات الزكاة لحال، حسنات الصلاة لحال، حسنات الحج لحال، حسنات الصوم لحال. بلشوا يأخذوا منهم اللي لهم حقوق عليكم بالدنيا، بلشوا يأخذوا من الحسنات، بس يخلص أن يفنن الحسنات بلشوا يجي يأخذوا من حسنات إيش؟ الصوم. وين عليهم ملائكة، عليهم حرس شديد، ما ناس بيقدر يقرب من حسنات الصوم. يا عمي أنا الزلمة هذا خطى علي بالدنيا، هذول حسنات الصوم إله بده أخذ منهم. يقول: لا هذول مش إله. كيف مش إله؟ لا هذول لله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا، بحذر الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. راح يأخذوا من كل الحسنات إلا حسنات الصوم، راح نظلن إلا، راح نكون نهن سبب نجاتك من النار، سبب دخولك الجنة. اللهم إني داع فأمنه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي على نبينا محمد صلاة طيبة مباركة. اللهم اجزي نبينا محمد خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجعلها كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا أنا والسامعين الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. أقسمنا عليك يا الله، أقسمنا عليك في هذه اللحظة أن تغفر لنا، لن نطرح هذا المكان حتى تعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب مشايخنا ولمن له حق علينا من النار. يا غفور يا ودود، أنت الكريم، رحنا الفقراء، أنت الغني ونحن الضعفاء، أنت القوي يا كريم يا أرحم الراحمين. سألناك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، يا الله يا رب يا أرحم الراحمين، يكون هذا العمل خالص لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين، وأن يكون سبب لنا في نجاتنا من النار وإدخالنا الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين. وأكرر، جاء
جزاهم الله كل خير أصحاب الفكرة ومن قام على هذا العمل، أجرهم على الله، جزاكم الله كل خير وكل عام وأنتم بخير.